الأزلية على مياوي طايرة سعيدة، على وطايرة سعيدة، موسم جديد والقلوب قاربة. على طير السعيدة يا نجمي في العالية، على يا نجمي في العالية، فقرات عديدة في البحر والبرري. على والجو غيم والقلوب سعيدة، على والقلوب سعيدة، شوقي لكم وطايرة سعيدة. اهلا بكم في طاير السعيدة، الفايدة والمتعة الفريدة، خفة ومعلومة مع جوائز، هدرة معانا كل يوم جديدة. طاير السعيدة، طاير السعيدة. اهلا بكم بالسالب البوادي، والبحر والشطان في بلادي، وفي الجبل كنا مع المشاهد، والريف والاسواق والنوادي. اهلا بكم في طاير السعيدة، هلا بكم في طاير السعيدة. أسعد الله أوقاتكم ودائما وأبدا، ومساكم بالخير والسعادة، وأسعد الله هذه القلوب التي دائما ما نتشرف بأننا نتعرف عليها في الميدان، وأيضا للتي تتابعنا خلف الشاشة، وتحديدا اللي نتابعها خلف الشاشة، هذه اللي إحنا نسميها وناديها عائلتي. أسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا بكل المناطق اللي بدأنا فيها زيارتنا المختلفة ورحلتنا في مجموعة متعددة من الفقرات المختلفة في هذه الحلقة ما بين السياحي والثقافي والترفيهي والاجتماعي والديني. آملة من الله أن تقضوا معنا وقتا جميلا ورائعا. أهلا بكم. ومن هذه الأجواء الجميلة نبتدئ رحلتنا في حلقة اليوم، والتي سنتجول فيها في أفياء إحدى المناطق بجمال روعتها وخضرتها. ولكن قبل أن نبدأ سننزل إلى الميدان لنضع سؤالنا في حلقة اليوم، وسؤالنا يقول: في أي منطقة ومحافظة يقع شلال النافش؟ خلونا نشوف الفائز معانا بعدين نبدأ التجوال. كيف حالك؟ الحمد لله. اسمك الكريم؟ عاصم. من وين؟ من عدن. حياك الله. الجو بارد، بس جاكت قلدك الله. والله بعد زب ظهر سألك بالله، احنا نقلب بعدك عشان نسألك هذا السؤال. طيب انا عندي سؤال، اذا جاوبته تحصل على جائزه. في اي محافظه يمنيه يقع شلال النافش؟ اين يقع شلال النافش؟ حاول. ميتو ميتو. ما فيش مهره؟ لا مش المهره. يعطيك العافيه، شكرا لك. في اي منطقه ومحافظه يقع شلال النافش؟ شلال النافش أين يقع؟ ونعطيك جائزة الآن. حاول. يعطيك العافية. أين يقع شلال النافش؟ خيارات. اتصل اتصل أي واحد يساعدك. اتصل أي واحد يساعدك. الله ينقع شلال النافش. يلا الآن تكسب معنا جائزة. إيش ما بشتغطيها؟ ما بش رصيد عبي لك؟ لا لا عندي لك شريحة. طيب افتح افتح السماعة عشان نسمع. أنا يقع شلال النافش سريع، إذا ما ردش خلاص افتح السبيكر. ها ما يرنش؟ ما يرضيش.
ما حتى اخو ما رضيش يرد. يعطيك العافيه شكرا. السلام عليكم، اسالكم سؤال يمكن تربحي جائزه. في منطقة الحديدة في الخوخة تحديدا شوفوا حتى صعوبة تحمل الحطب على ظهرهم. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كيف انتي؟ تمام الله يعطيك العافية. نزلي نزلي هذا مني، كاتش اساعدك تنزلي. لا مش تقدريش وانت كذا، هاتش اشيلاني وانت تكلمي. مارزينة تعالي تعالوا تعالي احملها احملها. طيب ايوه بس كذا خلاص، خليها معاها خليها واقفة جنبها. ما هو هذا اللي تتحملي؟ ثقيل ثقيل. هذا حطب. الله يعينك، من وين تجيبي؟ من ابو زهر. الله يحفظك ان شاء الله. اسم المنطقة دي؟ هذه هذه ابو زهر. ابو زهر ايوه، هنا في الحديدة. طيب معي سؤال قد تكسبي عليه جائزة. سؤال يقول اين يقع شلال النافش؟ الشلال النافش اين يقع شلال النافش؟ الجبال. شلال النافش اين يقع؟ اعطيك الان جائزه. الشلال النافش ايوه. انت قد خرجتي من الحديده او سافرتي منها؟ تعال تعال هنا. الشلال النافش تعالي. تعال انت تعال تعالوا تعالوا جنبها تعالوا تعالي، يمكن كذا تتشجع وتجاوب. شلال النافش اين يقع؟ الشلال النافش والله شلال البحر. شلال البحر ايوه. ام بحر ما شلال؟ لا لا هل لا شلال. انا ما اجيبش خيارات بس اجيب لك شلال الوادي. لا ولا ما بش حاجه اسمها شلال الوادي. هل يقع في محافظه تعز أم يقع في محافظة عدن أم يقع في محافظة إب في منطقة ميتم؟ إب. صح إب. صح إب. إب. أيوة. صح إب. متأكدة 100% إن إب. متأكدة 100% متأكدة 100% إن شاء الله. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. فعلا إجابتك صحيحة، ويقع شلال النافش في منطقة ميتم في محافظة إب، وهو سيكون أيضا من ضمن المعالم السياحية التي سنتجول معها في حلقة اليوم من طائر السعيدة في فقرة الرحال. ولكن قبل ذلك أسلم الجائزة هنا في مدينة الخوخة في محافظة الحديدة لأختنا الكريمة رابعة صبيح سنهال. مين؟ رابعة صبيح سنهال. أختي رابعة، ألف ألف مبروك جائزة الرحال 50,000 ريال. يعطيك ألف عافية، صفقوا لها حيوها وربنا يعينك على هذا. إلى الطبيعة التي تحتضن ربيعا أبديا ستكون رحلتنا في حلقة اليوم. إلى المدينة اليمنية التي تميزت بجمال مناظرها الخلابة وطيبة قلوب أهلها، إلى محافظة إب الوجهة السياحية الأولى في اليمن. هنا أمام بحر أخضر ورسم إبداعي خيالي أودعه الخالق تعالى، نقف مذهولين كلما وصلنا إليها. نحتار من أين نبدأ وإلى أين سننتهي. هدتنا أفئدتنا بعد ذلك إلى زيارة قرية النافش في ريف بعدان إب. هناك عندما يختزل الجمال في صوت وصورة، حيث تترنم الآذان بأصوات خرير المياه وتتغزل الأعين بجمال ما تراه من طبيعة.
شلال وسائلة وقرية النافش في ريف بعدان، وبمجرد أن تصل إليها تنسى العالم بما فيه وتسبح لله خالق الجمال فيما أودع، وتتمنى لو أن الاستثمار يحط رحاله هنا في الترويج للمنطقة وتعريف القادمين إليها بخيراتها بتحسين الطريق وبناء المنتجعات السياحية وغيرها الكثير. جوهرة سياحية تختبئ خلف الأشجار الكثيفة، وكأنك في عالم من الغابات الاستوائية تخترق أفياءها أشعة الشمس. فيها نقاء للهواء يطهر الأرواح من براثن الحياة وتعقيداتها. ومن قرية النافش إلى وادي الشناسي لا تنقطع عنك إبداعات الله، فهنا الماء والخضرة والوجه الحسن وحلاوة الريف الطاهر البعيد عن ضجيج المدن. ليلفت نظرنا أكبر بيت في اليمن والمكون من أكثر من 360 غرفة. اختلفت الروايات في سبب بنائها، والواقع في أعلى تلة مرتفعة، حيث قيل إن صاحب البيت في يوم زفافه احتاج لمنازل أهل القرية لاستضافة زواره، ولعدم حدوث ذلك اغترب خارج اليمن ليعود ببناء المنزل الذي يساوي بغرفه عدد منازل القرية. وما بين حقيقة أو خيال هذه الرواية، لا يزال هذا المنزل الكبير بتفاصيله معلما من معالم المحافظة بل واليمن بكلها. طبعاً دائما في الصباح الباكر هنا تحديدا في مدينة عدن بتلاقيهم يعني يفرشوا بضائعهم، يبيعوها، يستفتحوا بالخير والرزق دائما. استثناء يوم الجمعة، يوم الجمعة زي اليوم نوعا ما الشوارع تلاقيها فاضية شوية. الجمعة في عدن في الصباح ما تكونش بذاك الازدحام الكبير، ومع ذلك حنبحث يا رب كمان نلاقي شخص يعني بحالة مميزة أو تكون قصته قصة مميزة. الآن في منطقة الشيخ، صح؟ احنا في الشيخ عثمان. بعض المحلات ما زالت مغلقة وبعضها يعني فتحت تطلب الله على نفسها. ففي بالذات في هذا الأعمال في ناس تكون مثلا
فترة أعمالهم محددة من الصباح للمساء أو للظهر، بعدين من الظهر للعصر للمغرب، وفي بعضهم كذا كل ما احتاج للعمل إنه يخرج يشتغل على طول. بس أنا اللي شايفه الآن إنه ما فيش حد في هذا الشارع، يدوبها كلها محلات. شكلي بغير المكان وأرجع أبحث في حارة ثانية وبطريق آخر. حيا بك، كيف حالك؟ الله يحفظك، كيف أنتي؟ الله يحفظك يسعدك إن شاء الله، يحيي بك يا رب. والله رهيب. أيوة صباح النور، حياك. رهيب اللقاءات هذه، الناس ما كذا يعني صبحك يا شباب. لو تركزوا معي، في واحد كأنه يجمع القوارير، في حد شايفه على كتفه كيس اسود؟ لو نحاول بس نلحقه. يا محمد حاول توقفه، وقف صاحب الأكياس هذه السوداء، وقف صاحب الأكياس السوداء، الحقه الحقه. وشكله يجمع قوارير، وعلى فكرة في ناس كثير يحاول يجمع الألام. تعبت، صباح الخير. يحاول يجمع العلب البلاستيكية هذه ويبيعوها بثمن بسيط، بس سبحان الله قد تكون يعني هي فاتحة مصدر خير ورزق. امسكه، مسكته، وقفه وقفه. لحظة لحظة، استنى. أخيرا بعد هذه الشمس الساطعة. سلام الله عليك، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كيف أنت، إيش أخبارك؟ الحمد لله. عادي أول شي نصور معك؟ عادي صورك. عرفني باسمك؟ علي سالم. من وين أخي علي؟ من البساتين. أين البساتين هذه؟ دار سعد. هنا في دار سعد في عدن. أي في عدن. الله يسعدك، إيش هذا اللي أنت شايله معك؟ هذا والله لقطنا دباب، لقمة العيش. تلقت تجمع قوارير الماء. قوارير الماء ونبيعهم مصارف الجهال، مصارف. تبيعهم؟ نبيعهم. كم تحصل باليوم؟ يعني لو حصلنا 1000 ريال 500 600. 1500 600 وتكفيك؟ لا ماشي والله. كيف تعمل طيب؟ لا ندبر من هنا ومن هنا ونرجع لقط لنا دباب لقط لنا. انتم كم منكم في البيت؟ كم منكم في البيت؟ نحن اسرتين. اسرتين، الله يعينه. طيب انا بسالك سؤال، لا هذه الفقره اسمها مع بعض، يعني احنا نكون كذا مع بعض، اذا عرفت تجاوب كان بها اخذت الجائزه 60,000، اذا ما اخذتش الجائزه انت تشتغل مذيع، تروح تسال الناس وانا ابيع بدالك الدباب. طبعا لمن تبيع الدباب؟ لمن انت تبيعهم؟ لمن؟ صاحب المكبس، صاحب الدباب اللي يشيله مننا، اللي يشتري مننا. اها، يعني تاخذهم بعد تبيعهم. اصحاب المحلات. طيب اسالك سؤال، ما هو الحيوان الذي يحترق بالنار؟ بمساعده. ما بش مساعده. طب اللي تتقابل الان وانا اجيب لك جائزه. ما عرفت؟ ما عرفتش. ما عرفت؟ طيب ايش رايك انا وانت الان نروح مع بعض، انا اخذ الدباب وانت تسال ونشوف من اللي حيجاوب. جاهز؟ جاهز. اذا اسمك مره ثانيه؟ علي سالم. اخي محمد. اذا اخي علي هنا من محافظه عدن، هو بطل فقرتنا في حلقه اليوم، حنتحرك مع بعض ونشوف إذا استطاع أحد الأشخاص أنه يجاوب الإجابة الصحيحة يا إما يقسم الجائزة مع بعض ولا لا. خليكم معنا مع بعض. الآن أنت بتكون المذيع، بتمسك الميكروفون وأنت تسألهم، كن خلي الميكروفون معك وبينهم. هات لك كيس حق الدباب. أنا ببيع كيس الدباب، وأنت تمسك نفسك وتكون مذيع وتمشي وتسأل. جاهز؟ لما علي من مدينة الرائعة، مدينة عدن. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أشيل الدباب وخلي إحنا نمشي مع بعض. أنت ومن ساكن في البيت؟ أنا ومراتي وعمي. أنت وزوجتك وعمك وعندك أولاد؟ أيوه. كم عندك؟ نفرين. نفرين، الله يحفظك. بس أنا اللكنة حقك كأن أنت من الحديدة بس عايش في عدن يعني؟ أيوه عايشين بعدن. الله يوفقك. أنا من والد عدن. الله يوفقك إن شاء الله يا رب. طيب يلا خلي إحنا نشوف حد الآن ممكن إحنا نسأله. اختار أي واحد يا علي. سامي بيبي. هاي نشوف. ما هو الحيوان اللي يحترق؟ ما ادري. لا يحترق بالنار. يحترق بالنار. دقاقة. وكيف شو؟ جاوبت لك. شو لنا بالرقم؟ لك جائزة. ديناصور. راحت الفرصة الأولى.
في عندك مشكلة بالمايك فأنا حضطر إن أنا أمسك له المايك. خلاص شيل حقك الكيس يا علي وخلي إحنا نشوف شخص آخر. خلك الدقاقة. علي أنت من قبل إيش كنت تشتغل؟ أنا حمال. حمال إيش يعني من زمان تشتغل حمال؟ ايش شيء ايش تحمل؟ حمال الحجار. الله يوفقك ان شاء الله والشغل مش عيب طالما ان الانسان يشتغل ويعرق مع جبينه. طيب نشوف حد ثاني من الموجودين. تعال خليك معنا نشوف حد ثاني من الموجودين. بس المشكله الزحمه ما احناش قادرين نتحرك. انا وعلي غيرنا المكان بسبب الازدحام يعني صعب ان احنا مثلا نشتغل في السوق. علي خلينا احنا نشوف الان اي حد من الموجودين هنا برضه تمشي والميكروفون بيدك وتسأل مراحت عليك فرصة. باقي كم معك؟ فرصتين. جاهز؟ طيب أنا وعلي نشوف الآن مع مين. تعال خلينا نمشي يا علي نشوف مين حنسأل. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرف علي علي المايك 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 بينك وبينه الميكروفون كذا بينك وبينه كذا. كيف حالك شو أخبارك؟ كيف حالك شو أخبارك؟ الحمد لله. إيش لما يتكلم والله أشتغل عمل عضلي. فين أنا؟ في العند. ساكن في العند. اللي تعرف عليه رشدي محمد محسن. ما هو الحيوان الذي لا يحترق بالنار؟ ما هو الحيوان اللي يحترق بالنار؟ لا يحترق. لا يحترق بالنار. لا يحترق بالنار. والله مش عارف. ما فيش مش عارف. راحت عليك الفرصة الثانية يا علي. نشوف حد ثالث. طيب نزيد نشوف. حاول يا علي تختار شخص شكله يكون فاهم لانه ايش اذا راحت عليك هذه الفرصه الثالثه معناته انه الجائزه بتروح. من متى لمتى تبدا تبيع انت او تجمع الدباب؟ من الساعه كم الساعه كم نخرج الصباح؟ الساعه كم؟ الساعه 6. اها للساعه كم؟ للساعه 4 العصر. 4 العصر. الله يعينك الله يعينك. طيب شوف في شباب هنا ممكن تسال واحد منهم. السلام عليكم. علينا نختار واحد. احد انا كيف حالك؟ نتعرف عليك. احمد ناصر علي من محافظه طبيان. حافظة عبيان. ايش تشتغل؟ انا متقاعد وبالصحة مستشفى. طيب في حيوان يحترق؟ لا يحترق. لا يحترق بالنار. حيوان لا يحترق بالنار. تكون تحرقه تحرقه وما يحترقش. اللهم صل على النبي. انا ذاكر له بس ناسي له والله. ما ادري ناسي له والله والله. علم يا مايا مايا يا مايا خلت جاوب لك مايا. يلا نختار. لحظة علي علي وين رايح؟ خلاص هذه الفرصة الأخيرة إذا ما عرف شو يجاوب أنت تروح عليك الجائزة. ما حسنا واحد ثاني. ما هو الحيوان الذي لا يحترق بالنار؟ لا ما يحترق. الحيوان لا يحترق بالنار. الجمل. الجمل. وكيف شو ياكل وكيف ياكل لحم الحاشي؟ ماش اختيارك. كيف يا علي؟ خلاص راحت. راحن عليك الفرص يا علي. وقفنا قبل راحن على علي ثلاث فرص واعطيناه كمان فرصه اخرى رابعه برضو راحن عليه. وانا كنت اتمنى انه اي حد من المواطنين يجاوب بحيث انه بعدين تكون له حريه اعطاء الجائزه او اقتسامها معاه. لا مش القنفذ. لا ولا الهدهد. حاول. طيب انا بعطيك خيارات حالة استثنائية. اعطيك خيارات بعد بتقسم الجائزة اللي انا بيني وبينك. هل هو الديناصور ام هو القرد؟ عذرا ادي لك. هل هو الديناصور ام هو الربح القرد ام هو السمندل؟ السمندل. السمندل. السمندل صحيح. السمندل. هل هو الديناصور ام القرد ام السمندل؟ هو ايش؟ السمندل. السمندل. حلو. انا الان جبت لك خيارات لازم اقسم الجائزه لان انا وانت. لا لي بس لي نقسم الجائزه انا وانت. بس الجائزه لك. الجائزه. إذا اسمك مرة ثانية؟ علي سالم يحيى محمد. إذا أكون هنا أنا قد أنهيت هذه الفقرة، فقرة الخصم مع بعض، ربما ما فاز بأحد الفائزين أو الموجودين في الميدان، ولكن يهدفنا من هذه الفقرة هو أن نسلط الضوء على هذه الفئة من الناس، أما أنا فأسلم لأخي علي الجائزة. اسم هذه المنطقة؟ دار سعد. دار سعد وجائزة مع بعض من طائر سعيدة 6، 60,000 ريال، ألف ألف مبروك.
البرنامج أهلا وسهلا فيها درع الماشي، الفقرة اللي صممت عليها الإدارة بأنها تستمر في دائما طائرة السعيدة، كما صممت أيضا على استمرار هذا البرنامج. على كل إحنا كمان مصممين إن إحنا نبحث عن هؤلاء الأشخاص الرائعين والمميزين، ونحاول إن إحنا نتعرف في تفاصيل حياتهم والأشياء الموجودة فيها. واليوم ضيفي مميز من أشوف من وين. حياك الله، كيف حالك؟ الله يحييش، الحمد لله. عرفني باسمك. محمد عبد الله سعيد. حياك. الله يحييش العافية. من المكلة. من المكلة. من وين من المكلة تحديدا؟ من فوط طويلة. من فوط طويلة. إيش أبرز حاجة في فوط طويلة؟ عرفني عليها، أنا ما أعرفهاش. إيه ما شاء الله، فوط طويلة يعني زي ما تقولي وادي. أها. وكان وادي أصله مهجور، ما حد ساكن فيه. ف جينا نحن سكننا فيه، كنا معنا غنم وهذا وهذا وهذا، وسكنتم فيه واصبح المكان مأهول بالسكان. ما شاء الله، ما شاء الله، الان يعني اصبحت مدينه زي رائع رائع. الله يعطيك العافيه. وإياك. متزوجكم؟ عندك اولاد؟ اي نعم. كم؟ نعم عندي 6 اولاد ما شاء الله وثلاثه بنات. 6 اولاد وثلاث بنات. بنات، الله يحفظ لكم ان شاء الله يا رب. ومتزوج وحده؟ ايه. الله يعطي لك العافيه. أيه. يا رب. هيدا الاولية وهيدا بس. ليش ما حوجت اني ثلث ربع؟ ابدا، لان صبرت علي كثير كثير جدا جدا. ايوه شوفوا التقدير كيف انها صبرت علي. أيه كثير. ايوه صبرت علي كثير. في ايش رايك بالناس اللي ما يصبرين عليهم بعدين يروحوا يكافوهم ب لا هذا غلط، هذا غلط غلط. انا اقول يعني رايي انا هذا غلط. الله يعطيك العافيه. طب ايش اشتغل؟ والله كنت اول، اما الان على باب الله. ها معلش مش مشكله، ربك كريم ان شاء الله يعطيك العافيه. احنا كلمونا الناس انه كذا عندك روح جميله فتوشه. نعم. نعم. وين الروح هذه؟ ما انا ما شايفه الا واحد جنبي زعلان ضبحان. ابدا. اين الروح الحلوه هذه؟ اين الروح الجميله؟ موجوده موجوده الروح الحلوه، ما شاء الله ما شاء الله. اول شيء لما قلت انا كنت اشوفك تكلم الطاقه بتكلمهم بلغات مختلفه، يعني شويه تكلم انجليزي شويه تكلم فرنساوي. ايش عندك لغات؟ ما شاء الله عندي. ايش عندك من لغات؟ عندي زي ما تقول الانجليزي والفرنسي. ما شاء الله. واللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. حلو حلو. انجليزي وفرنسي والعربيه. الاندونيزي. الايش؟ اندونيسيين. الاندونيسيه. أيوة. اللغه الاندونيسيه. اي افا خبار بايه جنتا سيان كامو. يعني ايش تقول انت الان؟ تسبني ولا تمدحني؟ ابدا. ايش معنى هذا الكلام اللي قلته؟ افا خبار كيف حالي. طب من وين تعلمت اللغات هذه؟ انا ايش اعرف الانجليزي من وين؟ انا ما بقولش ان انا درست في مدرسه. ابدا، هذا وهبه الهيه. اشتغل مع الشركه سبحان الله زي ما تقول الفورمين. انا فورمين. اوكي امشي مع الفورمين هذا القط الكلام حقي. طب انت ايش كنت طبيعه شغلك مع الشركه؟ انا كنت زي ما تقولي مسح، نمسح. البترول. ايوه اشتغلت في مسح. ومع احتكاكه بالاجانب تعلم من هذه اللغات، فمشي معك الايش؟ الفرنسي والانجليزي والاندونيسي. والاندونيسي اسهل وحده لهم، اسهل وحده منهم الى قلبك. الهندي برضو. حياك الله بالهندي. شوف الطبع عندي. هيا لكن صلي على رسول الله. انت الان معك انجليزي ومعك فرنساوي. ايوه انجليزي وفرنساوي واندونيسي وهندي. ايوه انا ذر عاد باقي غيرهم اللي خلاص. ابدا ستوب. الهندي ستوب ذير. واسهل وحده منهم مين؟ الهندي. الهنديه. ليش الهنديه اسهل؟ الهندي هذا ما شاء الله، رغم ان الهنديه تقريبا لها يعني مساحات كبيره في ال ايوه. ليش الهنديه اسهل بالنسبه لك؟ الهندي هذا ما شاء الله انا حبيت وانا عمري 12 سنه حبيت. ايش الهندية؟ الافلام الهندي هذا. ايوه ولا هنديه بشكل عام؟ لا لا مش بشكل عام، قل لي بصدق، حبيت الافلام الهنديه ولا كان في معك وحده هنديه؟ لا ابدا. حدد. ابدا ابدا والله العظيم لا، حبيت الاغاني حقهم. أيوة. يعني متابعه الافلام الهنديه. أيوة. اخذ اللغه الهنديه. أيوة. كامل. ايوه من التلفزيون. والاغاني الهنديه؟ ايوه الاغاني الهنديه يعني لتفسيرها وكل شيء لقطتها من التلفزيون. ما شاء الله. هاي سمعنا أغنية هندية. هم تو هميشة جرارو. كمان صوتها حلو ما شاء الله. سنهيتم جبارو. خرق الغنى. دمنا تيري بوني چاية دوري تمسي
kone chai pata ho gale se lagalo he dil karikare tum se jarirare apune nahi pagale le samajnun majnun bihubha yaqul ay الله الله عليك الله 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 على كذا تغني وترقص هندي لأن أيوه. الرقص الهندي مرتبط بالأغنية الهندية أيوه. مالك ما شفناش إحنا رقصة هندية ما هذا كيف هذا أسألك بالله يعني كيف نسمع أغنية هندية من غير رقصة هندية إحنا ما نفهمش أيوه. على الأقل لو ما فهمناش الكلمات نفهم بالحركات صح أي صحيح طيب قلت لي اشتغلت في حياتك في شركة صح نعم وغير قبل الشركة إيش كنت تشتغل غير قبل الشركة كنت اللهم صل على محمد في 90 يعني عسكري تعسكرت أيوة. وحياة العسكرة هذه كيف كانت بالنسبة لك ايش اضافت لحياتك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني تجمع لك الناس وتتعرف في الناس كثير يعني ايوه يعني زي ما تقولي زي الشركة هي يعني وهذا من مأرب هذا من عدن وهذا من حجر وهذا من الشبوة جمعت الناس مع بعضهم البعض أيه. جميل جميل أيه. الله يسعدك طيب سافرت انت خرجت من المكلا انتقلت الى اماكن معينه نعم الى وين سافرت للهند للهند أيه. ايش كان معك في الهند كنت معي مريض معك مريض أيه. ايوه وكم جلست هناك جلست هناك اللهم صل على محمد سنه وشهرين سنه وشهرين عشان كذا ربما قال انه اللغه الهنديه بالنسبه له اسهل لانه ايش بحكم التعامل أيه. ايش ابرز الحاجات اللي شفتها مختلفه من الهند لليمن انت الان رحت الهند معك أيه. اليمن ايش ابرز الحاجات المختلفه بينهم والله عندما سافرت الهند معي مريض وعالجنا وكل شيء وانتهى الامر فانا ما جيت لليمن جلست في الهند ايوه انا قد شكيت انه معك واحده هنديه قلت لي لا والله بس اللهم لحقهم الاغاني وهذا 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 جلست هناك عشان الاغاني ايوه طيب ها بعدين ايوه بس ماشي كما اليمن طب انت كيف تقضي يومك مثلا من لما تصحى لما تنام شوف الشعر تركز كلمه حساسه نطقتها ما شاء الله ايش قال قال لك يعني كيف تقضي يومك سؤالني قال السوق ايوه اصدقائي كلهم بالسوق ها. ما شاء الله ولا يقصروا معي من ابناء الشمال طبعا اتغدي معاهم افطر معاهم وما شاء الله يعني زي ما تقول عصام ابو حبيب هذول اصحابك الان ما شاء الله عصام ما اقدر ايش انا بهجازي ايش معنى عصام طبعا مش عصام حقنا لا هذا لا عصام هذا ولا عصام لا حقنا العصامات ما منهم ايوه عصام ابو حبيب عصام القدسي ايوه عصام حقك هذا أيوة. ايش مشكلتك يعني في انك تمدحه اكثر من غيرك يعني ليش من غيره معي. قام معي بشكل فظيع رجل مواقف اوف يعني انا انسان زي ما تقولي باور ايش اكثر موقف تذكره له كل ما اجي لعنده صديق اقول له يعني يا ابو عاطف انا لقبي ابو عاطف ابو عاطف ايوه لا تهمر شيء وخلها على الله صحيح ايوه يا اخي الكلمة الطيبة لحالها ايوه والكلمة أيوة. الطيبة لحالها ما شاء الله من الشمال هو وابو زايد برضه الله يذكرهم بالخير الذي الان ماسكيني في السوق الله يوفقك ويوفقهم آمين. ان شاء الله يوفق كل آمين. الناس اللي ما زالوا يقدروا حق الصداقة أي نعم والعشرة نعم والصدق نعم والحياة نعم بين الناس نعم نعم طيب نعم. في حياتك مريت بالعديد من المواقف صح؟ ايوه اكثر شيء اسعدك في حياتك ايش؟ يعني عندما اجي البيت بيت حقي عندما اجي وصح فعلا ولا معي اي حاجه ومعاطف تقابلني بسرور وابتسامات اسمعين اسمعين كانه ما حصل شيء ما انا سير ما فيش معي بطاط ما فيش معي طماطم ما فيش معك اي حاجه أي ما فيش اقبالك يعني بس ما شاء الله الايمان هو الايمان يلعب دور والصبر
ايوه يلعب المرأة لما تكون صابرة على زوجها. أيوة. في السراء والضراء. ايوه هذا هو ما شاء الله معاطف. هذه من المواقف اللي تسعدك. ايوه تسعدني جدا جدا. ما تقول لي دبة كملت دبة من در ايش يعني تخرج فرحتك انت قد تقول لك ما فيش أبدا. ما تقول لك حاجة وانت تعرفني تعرفني من ابو عاطف. طيب ورجل دائما يمر احيانا. ايوه على كده انت اللي اخترتها ولا اهلك اللي اختاروها لك؟ انا اللي اخترتها. كيف تعرفت عليها؟ والله تعرفت عليها ما شاء الله في داخل عدن. في داخل عدن منصوره كانت تدرسي. كنت تقطع لها بالمدرسه بالطريق ابدا وانا شغال بالميناء حق تواهي. اي كيف عرفتها؟ طيب قل 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 احنا اخوالات تستحيش قول. انت المهم. لا ما المهم. اين عاد احنا اين عاد احنا نتعرف. ايوه ادفعها لمان البيت. قل كذا من الصبح. ايوه قل كذا. كنت تقطع لها بشارة تلحق بعدها بالشارع. لا مش قاطعة هذه. مش قطعة تلحق بعدها في البيت. ايوه قل كذا. ايوه بعدين صار النصيب. ايوه صار النصيب الحمد لله. تحية خاصة لها ولكل امرأة ايضا تقدر. ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب اكثر شيء زعلك في حياتك ايش؟ اكثر شيء زعلني في حياتي لما اكون بدون عمل. هذا انا ازعل. هل معنى هل فعلا ان الواحد داخل بلاده ما يلاقيش عمل بسهوله؟ هو عمل يختلف اللعنة. يعني واحد مع الانجليزي والفرنساوي. أيوة. والاندونيسي والهندي عنده خبرات كثيره مش معقول انه يلاقي عمل في بلاده. صعب انه يلاقي عمل في بلاده. والواسطه تلعب دور. نحن اللي دمرتنا احنا الواسطه. صح. ايوه صح. هذا ابن عمي هذا ابن خالي هذا اللي نحن دمرنا. صحيح الصراحة هذه صحيح. لكن المواطن البسيط الغلبة ربما ما يحصلش أبسط تفاصيله ولا أبسط حقوقه. نعم نعم معلش مش مشكلة. ربنا بيعينك إن شاء الله. آمين يا رب. بيسهل لك يا رب. آمين. طيب أول قبل اللقاء كنت تقولي أنا اشتغلني لأبو بكر. سمعنا أغنية لأبو بكر. بشل حبك معي بلقيه زادي مرافقي في السفر وباتلدد باتلدد بذكرك في بلادي في مقيلي والسمر وانت عسى عاد بتذكر ودادي وان قدت ناسيت يا ما ناس جم ناس جم مثلك تناسل وداد في خيرين تهوانا بنلتقي في سعاد بنلتقي في سعاد. الله عليك الله عليك. من سعاد هذي؟ من سعاد؟ هذا سعاد بيني وبينش هذا منطقة. صحيح. أيوة. وإحنا تعرضنا لها في العام الماضي. أيوة. في طار السعيدة. أيوة. وتعرفنا عليها. أنا كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء أكثر من رائع. إن شاء الله ربنا يوفقك يا رب. أنا كنت سعيدة جدا في هذا اللقاء ومع ليلى أهديك هذه الهدية البسيطة 50,000 ريال مقدمة من مجموعة فاضل الريمي للتجارة والاستيراد. جزاكم الله خير. من الزهور المتحدة للزيوت النباتية فهد المربعي ولول فود من الخالة العزيزة لول. الله يعطيك ألف عافية. 50,000 ريال شكرا جزيلا لك. خير وإياك وربنا يوفقك إن شاء الله. آمين. ونشوفك في لقاءات قادمة. آمين يا رب. بإذن الله. وإياكم وأشكر الله ثم وأشكر الفريق. الله يسعدك. ما في أي حاجة. إحنا لنا الشرف بالتعرف عليك. وما يا الله يستر عليك جميعا يا رب. إن شاء الله يا رب. أنت وأصدقائك. آمين يا رب. إن شاء الله الله يحفظك. والله يفرحكم زي ما فرحتوني. امين يا رب. ويسعدك ان شاء الله ويسعد كل المشاهدين الموجودين معنا. لا تروحوا بعيد ما زالت لدينا العديد من الفقرات المختلفه. كونوا معنا. اهلا بكم في العب وارباح الفقره اللي كل ما لعبت فيها وكل ما كسبت. في البداية أنا أعطيهم مجرد لغز اللي حيستطيع أنه يجاوب عليه. ممكن بعد كذا أنه ينتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي عبارة عن اللعبة المكونة من مرحلتين حشرحها لكم في الميدان. لكن قبل كذا خلوني أتوقف مع سؤالنا في فقرة اليوم. وسؤال يقول استخرج 7 كلمات من كلمة ملاك. اللي حيفوز معايا حينتقل يا رب يربح السيارة ولا المليون ولا النص المليون ولا ربما ما يربحش أي حاجة. نشوف الحظ في حلقة اليوم. نور محمد احمد. من وين؟ من طائف. طيب استخرج 7 كلمات مختلفة من كلمة ملك بس بسرعة. استخرج ايش؟ 7 كلمات مختلفة من كلمة ملك لكن بسرعة. مالكة. بسرعة. من فين جبت الهاء؟ ما هلهاش الهاء. ملك. هاء التأنيث مش موجودة. سريع سريع. ها 7 كلمات مختلفة من كلمة ملك بسرعة. ملك.
يلا ملاك ملوك أمانة أملاك من أنا جبت الملوك أنا ما الواو مش موجودة في ملاك أنا أشتري من الحروف حق ملاك يعني يبدأ بحرف الميم ولا إيش لا الكلمات كلها ملاك تعطيني منها خمسة أو سبع كلمات مختلفة يعني باسم ملاك من الحروف حق كلمة ملاك 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 وكمال كمال من كمال أحمد مقبل قارنا أيوة بعد شو مجيرنا بس بسرعة الله معك دقيقة كمال أحمد مقبل لا بس إيش كمال أحمد مقبل شو كمال وحده. محمد ومحمد كمان محمد من محمد مهيب قارنا باسم مين تمام لا لا نوال 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 كمان قالت لا برضو لا لا صرش فاهمة أنت معك كلمات ملاك تشي أحرف باسم ملاك أيوة تشي أحرف كلمات من حروف ملاك ملاك يعني قلنا لك كمال أيوة كمال و بسرعة و لميس لميس من يعني قول لي قارتنا ضروري يعني عدد لك الجيران كلهم يعني صلى على النبي اللهم صل انا قارتكم انا زمان كنت اقري هذا الشارع كله ما مش معقوله قارتكم معك كلمات ملك اعطيني منها سبع كلمات من الحروف حق كلمه ملك سبع كلمات بسرعه الان قد تربح مليون ريال ما يعني تقول لي كمال يلا كمال كمال بسرعه كمال و وملك ملك من سريع ملك بنتي طيب عندي لك الحارة طيب هي معك ملك أيوة انت تجيب لي من كلمة ملك وكمال ومالك ومالك هذا مالك احمد هنا لا تمام ما حددت يعني ملك ومالك بسرعة وكمال وملك ملك و انت اسمك مش موجود لك تذكره كامل تمام بسرعة الاخر عليك يعني لا اي عاد باقي معك ثلاث ما في قدوم خمسه باقي ثلاث ايوه هم سبعه خذهم سبعه قلنا لك كامل وملاك وكمال ما ينفعش ملاك ملاك انا اشتي منها الكلمات كمال كمال ومالك و اللهم ساعدوني احنا وملكه لا ما هلها اشتاء الثاني ما بدون ثاني عشان تكون غشاء انت وين يحيى نسوم مال كلمة ملك اعطيني منها سبع كلمات سريع كلام كلام مالك مالك لكم لكم ايش لكم خلاص ملك ملك كلام كلام ومالك ثلاثة كلم كلم من عن كلم كلم علينا عليك انت لك من؟ ممتلك ممتلك لا 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 ملك 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 ثلاثة ملك تمام مملوك لا ما عليك من مملوك مرنا من؟ مرنا مرنا من مرنا؟ من مرنا الآن ايش تعرف لك الآن تديني من مرنا لك اديني من مرنا أول شيء مندوبة هذا خلي مرنا قال لك مرنا وانت قلت بعده خلاص يعطيك العافية الملك لا ما جبتي الملك ها بحرف الميم مالك يلا تمام اوكي مالك ها مازن منين جبت الزين ايوه صح ليش اسمها ملك ولا مزاك لا ملك مالك منار كيف حالك الحمد لله منار 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 لا لا من كلمه ملك بس من كلمه ملك ما عرفت ليش راحت عليك العافيه يلا بسرعه 1 2 3 ها كملت النص الدقيقه يلا اعطيك فرصه ها حاول كلمة ملك استخرج منها كلمات سبع كلمات ملك هيا كيف حالك الله يحييك الله يسلمك كل سنة وانت بخير وانت طيبة الله يديك العافية جميعا يا رب عرفني باسمك نوري محمد الأمين من وين من السودان من المحس من السودان من المحس ايش اشهر شيء في هذه المنطقة بالنسبة في المحس بايش تشتهر يعني بايش معروفة بايش مشهورة شمال السودان معروف الشمال السودان الحضارة النوبية اي انا ما اعرفها اريدك تعرفني عليها الحضارة النوبية ما تعرفينها انا اعرف الحضارة النوبية قرأتها بس اريد اعرفها من اهلها اي والله الحضارة النوبية هذه حضارة لها سنين الله يعطيك العافية يمكن ما يغير عن 700 سنة الله يعطيك العافية طب انا عندي كلمة ملك كلمة ملك استخرج لي منها سبع كلمات بسرعة ملك ايوه اعطيني منها سبع كلمات بسرعة والله يا اخوان ما واحد يجي يجاوب عني لا ما في واحد جاوب عني لا والله ما اعرفها الان بسرعه كذا والله ما اعرفها حاول لا ما اعرفها هذه كلمه ملاك انت لخبط الاحرف وطلع منها كلمات ملاك ملك تمام حلو واحد ملكه لا من وين جبت التاء ملاك معك كلمه ملك طلع لي منها سبع كلمات مختلفه وبسرعه ملك ملك و مالك مالك وملك ملك كل كلام ك...
كلام؟ كل كل تمام؟ وأعمى. ما الآن كم معانا صاروا؟ أكل وكلام؟ وملك وملك ومالك؟ وأكل كامل كامل تمام؟ باقي معك؟ ومل أمل قد قلناها؟ غيره؟ كل كل و... غيره؟ ملوك حاجة يفرحوا فيها الناس؟ مال قايمة مال يلا عيديها بسرعة ها ملك ومالك ومال ومالك 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 لحظة ملك مالك ومال وأكل وأكل وكمال وكلام وكلام كامل وكامل ومين؟ بس قدام سبعة كل سبعة صحيح ميرنا من وين قلتي لي؟ من المعلة ميرنا من المعلة حتكون هي بطلتنا في حلقة اليوم ميرنا معانا لعبة قد تربحي فيها سيارة يا شعبية يا شعبية إذن مع ميرنا من محافظة عدن ونشوف إيش اللي حتفوز فيه معانا في حلقة اليوم هل ممكن تفوز بالسيارة؟ هل ممكن تفوز بنص مليون ربع مليون أقل أكثر ذهب ولا ما تفوزش؟ كيف حظك يا ميرنا؟ يعني لا قولي حلو ولا زفت؟ لا تمام حلو حلو كيف حظها اللي يعرفها؟ كيف حظها؟ حلو حظها حلو أكدي إن شاء الله يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ومع ميرنا حنبدأ اليوم هذه اللعبة لعبة اللي عندنا الكرة حتمر الكرة من الممرات عندك ثلاث فرص ثلاثة صفوف إذا سقطت في الفتحة الأولى تكسبي 20,000 الفتحة الثانية 30,000 الفتحة الثالثة 40,000 ما عرفتي تختاري حد من الموجودين سواء شاب أو بنت ويلعب بدالك وتقسموا الجائزة نصفين في المرحلة الأولى تقسم الجائزة نصفين في المرحلة الأولى أما المرحلة الثانية الصناديق فجائزتها لك أنت وحدك بسم الله مع ميرنا وكلنا مع بعض نعد واحد اثنين ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف يا رب السيارة تكون من نصيبها ولا لا ثلاث محاولات معاها راحت الأولى ميرنا لا هنا بهدوء يا ميرنا بهدوء واحدة واحدة رايحة جاي يا رايح بسم الله يا رب طيب راحت حرام تتوتر الله تضبط امورها يا رب ايوه اوف راحت فرصتين الثالثه ميرنا بسم الله طيب اثنين تمام الممر الثاني ترى يا بنات صعبه زي الامتحان اليوم صعبه وسهله كان امتحان على المكتب با راحت الثلاث الفرص راحت عليك يا ميرنا تفضلي هنا ايش سهله ولا صعبه صعبه ايش الصعوبه فيها تقري سريع الكبه هي تقري سريع ما الرجوله مع مسابقه ما شاء الله رجوله مين تختاري يا ميرنا حد يلعب معاكي المرحله الاولى واذا فاز يقسم الجائزه نصفين تختاري حد من الشباب ولا من البنات انت حره يلا بسم الله منيف مين؟ زميلي زميلك تعال عارفي باسمك؟ منيف محمد منيف منيف تفضل يا منيف نشوف منيف إذا فشل بيفشلك منيف معك ثلاث فرص منيف يلا نشوف منيف يا ويلك منيف كيف كويس؟ إن شاء الله بسم الله واحد اثنين ثلاثة يلا يلا أيوة برافو هل كانت ميرنا مصيبة عندما وثقت بك يا منيف أم لا؟ من الكارثة؟ منيف لا بالعكس أحسنت أحسنت بالعكس سيارة يا منيف نص بنص أوبا راحت الأولى راحت راح اختاري حد ثاني وسلميها الراية مين يا ميرنا تفضل هنا يا منيف خلاص ارجع مكانك منيف ارجع مكانك طيب مين اخترتي
عرفي باسمك؟ سامة غازي. سامة كيف تشوفها، سهلة ولا صعبة؟ إن شاء الله سهلة. لا يلا نشوف ميرنا وأسامة والمرحلة الأولى اللي ما زالت موجودة معانا الكرات. أحسنت. أوبا. حبة حبة. طلعي بتعز عزك. تعال سعيدة، تعالي دي سعيدة قدامك. ايش تقولي؟ ايش اسمك؟ مها. مها ايش تقولي دي الكاميرا قدامك؟ احب قناة السعيدة كثير وانت اكثر. احنا نحبك كمان. طب ايش تلعب؟ حبة حبة يا سامة. اذا اخترتك حبة يا سامة. ميرنا هذه صديقة صديقة الصراحة. نشوف الان. احسنت احسنت، برافو عليك. يا رب يا رب ينجح. وروني الاخير. يا رب ينجح. بس توترش. ايوه خلاص. يا رب. لهنا 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 يا سامة لهنا. تحاول تنط الكرة. سقطت على أسامة في آخر مرحلة بس احنا حنرجعها. نحطها في نفس المكان. يلا بسم الله يا رب انها تضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد يجي يتبرع ينفخها. تعال تعال انفخها. تعال تعال. ايوه ايوه انفخ انفخ. ايوه كمان كمان. ايوه كمان كمان. طيب اذا أسامة يكون فاز معانا هو وميرنا. هذه 40,000 ريال بالتساوي الان، اقسميها يا ميرنا بينك وبين أسامة. الف الله يعطيك العافية أسامة، شكرا لك. أسامة راح موقعك الآن معايا أنا وميرنا، واختاري أحد الصناديق الموجودة معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. اختاري أي صندوق من الصناديق الموجودة معاك. لا 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 هذا هذا متأكدة؟ حطي يدك عليه. ميرنا اختارت هذا الصندوق، خلاص ما فيش مجال للتغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخير كذا، وعلشان ما نتعبش لا انا ولا انتي ولا الشباب والشابات الموجودين معانا. والان شمس، كم تريدي اعطيكي؟ نتخارج انا وانتي واخذ الصندوق وانتي تاخذي المبلغ. معاكي 20,000 ريال. قربي حظك. اعطيكي 30,000 تصير 50,000. خطيه خير بركه. لا 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 صندوق. صندوق. ليش الصندوق؟ لا عندي احساس انه فيها زياده. مندوبه الدفعه ما تشيل الصندوق. 50,000 ريال، 55، 56، 57، 1000 ريال. 1000 ريال؟ 100,000 ريال. لا 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 لا. 100,000 ريال. شمس روحي. لا شمس خلينا نروح. انا نروح نطلب الله عاد في معنا فقران. ليش؟ زين. ليش؟ ما تنازلت على الصندوق. ما تنازليش. في صناديق فاضية. في صناديق فاضية. قابلة أنا راح أضيع. ربي كريم معي. أنت قلتي لي من وين؟ من عدن؟ معلة. وأنا أحب المعلة، والله إن أنا كنت أقول لهم اليوم أحب بنات عدن بالذات المعلة. اسمعي مني، خذ المية. 120,000 ريال. 120,000 ريال. 130 ومعاكي 20، 150,000 ريال. 150. تبيع ولا لا؟ 150 150 اعطيها 150 من غير ال 20. 150 150,000 ريال وشوكولاته. بيعي 150 150 وشوكولاته وعصير وليمون حبه دقاق دقاقه مشوي وسمك. لا سمك براس احسن لك. فاهيته صندوق 170,000 ريال ما بزود. بسرعة صندوق 170. لا لا بيع. لا بيع. لا لا بيع. رفضت. قرار أخير، تبيعي ولا لا؟
لا خلاص ما باعت. بسم الله افتح الصناديق الموجوده معايا. اختاري احد الصناديق غير ما نختار صندوقك. اول شيء نختار صندوق من الصناديق الموجوده ونشوف. اختاري هذا الازرق. اذا راحت عليك السياره فما عاد فيش جوائز. هنا ايش كان معانا؟ ايش كان معانا توقعي؟ انا اقول ذهب. ذهب 100000. انت الذهب 100000 تتوقعين 100000. طيب هنا كان معانا الورد للورد. الورد للورد. انا كان معانا ورد كمان. افتحي صندوق ثاني. هاتي 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 انا بفتح. انت تريدي تفتحي. هنا هنا في هذا الصندوق كان معنا قبل لول. اختار صندوق آخر. هنا وهنا كان معنا خاتم ذهب. هنا كان هنا كان لا لا ذا خاتم ذهب راح عليك. لا والله ما والله ما هو مطلي مطلي والله ما هو مطلي بلا شوكه رب العرش ما هو مطلي. طيب وهنا ايش كان في معانا؟ كانت مفتاح السياره. قلت لك قلت لك هنا راحت عليك السياره يا مرنا. إذا مرنا راحت عليها السيارة، راح عليها الذهب، راح عليها الفلوس، راح العمر راح، وأنا قلبي ما استراح. أعطيني صندوقك. وإيش معانا في صندوق مرنا في محافظة عدن الجميلة بأبنائها الرائعين واللي موجود معانا يا مرنا. زيت لمياء معانا. زيت لمياء زيت لمياء احد الزيوت الموجوده معنا للشركه الداعمه او المقدمه لنا في هذا البرنامج والراعيه لهذه الحلقه. كيف عادي على بال ما يجيبوا الزيت ندور. يمكن لو عاد في حاجه ندور. يمكن انا احس انه هنا. لا هذا الزيت. اعطيني الزيت. شكرا. دخل الزيت. زيت لمياء موجود معاكي وربع مليون ريال. الف الف مبروك. الف الف مبروك لميرنا في محافظة عدن. 250000 ريال ومعاكي 20000 ريال. هذه الفقرة مقدمة برعاية شركة فهد المربعي وعلاماتها التجارية، شركة الزهور المتحدة للزيوت النباتية والولفود. ألف مبروك. تحية قوية لميرنا. إذا ميرنا وجائزتها التي استلمتها، أنا أذهب إلى تسليم جوائز أخرى وفقرات أخرى في الميدان. لا تروحوا بعيد، كونوا معنا. ومن بيان القرآن الكريم وتفاصيله المختلفة نحاول أن نسلط الضوء على بعض من آياته الكريمة، وذلك لنتعرف على دلالات التقديم والتأخير أو ربما استخدام بعض المفردات دونا عن غيرها. سؤالنا في حلقة اليوم يقول: لماذا في القرآن الكريم يقدم الطعام على الشراب وفيها قوله تعالى وهو الذي يطعمني ويسقيني؟ سنذهب إلى الميدان نتعرف على الإجابة. التفسير الفائز ونعود لكم بتوضيح عن معنى هذه الآية الكريمة. ما سبب تقديم الطعام على الشراب في القرآن الكريم في سورة البقرة عندما قال تعالى كلوا واشربوا من رزق الله؟ والله ما هذا القرآن ما درست. طيب حاول يمكن تربح جائزة. يعني تقول الخير ولا يعني ما يعطيك العافية. لأن الطعام أول حاجة الطعام قبل الشراب. أول حاجة ليش؟ لأنه هو الأقدم طعام. كيف الأقدم؟ يعني
خلق ال أول حاجة متغذى بالطعام، أشرب بعدين تشرب وبعدين. لا. لأنه الغذاء الطعام غذاء أصلاً لل. أيه هو غذاء طبعاً أيوه. أوكي. بعدين الشراب. لا. ماشي بزعلة. لا يعطيك العافية شكراً. الأكل والشرب، ليش قدم الأكل قبل الشرب؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لماذا قدم الأكل على الشرب؟ قال وكلوا واشربوا برزق الله. ليش؟ طيب ما زلت أنا أبحث عن إجابة لهذا السؤال. في بنوتات هناك، تعالوا جالسات يأكلوا. هو لا سلام على طعام صح؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ ممكن توقفوا بس يا بنات، ممكن توقفوا. كنتم كأنكم كنتم تأكلوا صح؟ الله يحفظكم إن شاء الله يا رب. تعالوا تعالوا جنبي هنا، تعالوا تعالوا تعالوا. أنا عندي سؤال، إذا عرفتم تجاوبوا تكسبوا جائزة. أنتم الآن هنا عائلة أسرة ولا تقربوا البعض ولا ما تعرفوش؟ عائلة بنات عم. بنات عم. وأنت؟ لا أنا ما يعني بعيدين مني. الله يحفظكم إن شاء الله. انا اسفه انتم كنتم مخلصين اكل لسه صح؟ عادي عادي. انتم ما اكلتوش اكل؟ انتم ما اكلتوش؟ ما لش نفس حبيبتي. الله يعطيك العافيه. آمين. طيب سؤالي يقول في القران الكريم، سؤال يقدم دائما فيه الله سبحانه وتعالى ذكر الطعام على الشراب، قال تعالى كلوا واشربوا من رزق الله، ليش دائما ذكر الاكل بعدين يرجع يذكر الشرب؟ ليش؟ تعال تعالوا تعرفوا، لو تعرفوا تجاوبوا تعال تعال. الصلاة قبل كل شيء. مش الأكل قبل الصلاة، الأكل قبل الشرب في القرآن الكريم. ليش ليش ذكر الأكل قبل الشرب؟ تعالوا تعال. ليش؟ حاولوا الأكل قبل الشرب. ليش؟ تعال ها الأكل قبل الشرب. ليش؟ مندري الواحد يحصل على أي شيء، الأصعب اللي يحصل عليها الأكل ولا الشرب؟ الأكل الأكل الشرب الشرب. أيوه الصعوبة في الشرب. أيوه مش في الأكل. لا ليش؟ بس شرب. ها في الأكل. لا الشرب. بس شرب. الأكل بستني. بستني. الصعوبة دائما تكمن في مش في الماء، بالأكل. بالأكل الماء سبحان الله قد يجي لك مطر من السماء وخلاص. إذا إيش؟ لما بشمع. لما بشمع. طيب صحيح، لكن أيضا ربما أحيانا أيام الشتاء مش أيام البرد يصعب إنه الواحد إنه يجمع الأكل صح ولا لا؟ فيكون صعب. وأيضا مهم جدا، أنت لو معك ما تعيشي على ما بس؟ لا لازم تأكله صح؟ إذا لماذا ذكر؟ صح؟ تقنع بحبة بسكوت حتى لابو. تقنع بحبة بسكوت. الله يعطيك العافية. يلا ادني حبة بسكوت. إذا أسماءكم الكريمة؟ ذكرى عبد الله محمد. ذكرى بسكوت. ها؟ سلوى. سلوى. أسرار. سمر. أماني. كرامة. حنا. السلام. شوقي. ربنا يعطيكم العافية. وفعلا تم ذكر الطعام على الشراب وذلك لأهميته ولصعوبة أيضا الحصول عليه. آمين يا رب، ولادخاره في فصل الشتاء، وبالتالي تكون هذه الأسرة الكريمة قد استطاعت الإجابة في حلقة اليوم من بيان القرآن الكريم. والجائزة 50,000 ريال بينكم. ألف ألف مبروك، يعطيكم العافية. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلوا واشربوا من رزق الله. وقال تعالى في سورة الشعراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي هو يطعمني ويسقيني. صدق الله العظيم. وهنا ذكر الطعام قبل الشراب لأن الحصول عليه أعسر، ولصعوبة الحصول عليه، ولأهميته في الادخار للشتاء وغير ذلك. يا مرحبا في إيش وليش؟ إيش وليش؟ الفقرة اللي نسلط الضوء من خلالها على أبرز التفاصيل الموجودة في حياتنا واللي ربما ما كناش ننتبه لها، ما كناش نعرف هي أساساً موجودة ليش في حياتنا. اليوم حنتكلم عن حاجة جميلة جداً ولذيذة والكل أو أغلب الناس يحبوها، وهي الآيس كريم. ليش الآيس كريم كان يوضع بشكل مخروطي على قوالب البسكويت؟ هذه طبعا مرتبطة بقصة لها رواية تاريخية معينة منذ القدم. خلونا مع بعض نروح نشوف الميدان اللي حيعرف المعلومة وجائزة فقرة اليوم. وليد محمد علي. مين؟ وليد محمد علي. من وين وليد؟ من عدن. من عدن يا حيا. وليد ما إيش شايف في الصورة؟ سكريم. آيس كريم. ليش الآيس كريم كان يوضع على شكل بسكويت مخروطي الشكل؟ ليش؟
مشان يعرف ايش فطو كمان. كيف يعرف ايش فطو؟ ها مشان تدخل هذه تتمخرط. لا ليش كان يوضع على شكل بسكويت اولا والبسكويت اصلا شكله مخرط؟ مشان السكريم يذوب بعدين تاكله مع مع طعم البسكويت. يا اخي صراحه اجابتك انا مش زي ما انت تجيبها. لا خطا. ها اعطيك فرصه ثانيه. ها مشان يطلع كذا ملتوي. لا مشان ما حد ياكله. اي صح. يعطيك العافيه. شكرا. يحافظ على البروده. يحافظ على البروده لما يكون شكله حلزوني. يعني لو نزل له شكله مربع ما يذوب. يذوب سريع. ما يذوب سريع. كذا ما يذوب. كذا يجلس حلزوني دائما طول العمر. ايوه زي ما هم. عشان كذا ما ياكله. لا. لا. غلط. يعطيك العافيه. الله. يعني على سن على اساس ما يذوب. ما يذوب صح. يقيس السكريم هكذا طول العمر. نعم طول العمر يعني يدي وقت اكثر. ماشي الان اروح اجيب لك سكريم مخروطي ونخليه كذا واذا ما ذاب شديك 100,000. لا لا يذوب بس يعني هذا يتاخر في الذوبان ما يذوب سريع. ليش؟ يحافظ على ال مش اخر في الذوبان. لكي يتلدد في الشخص يعني يتلدد في الطعم و يحس يعني طعم الحياة ويتلدد فيها. طعم ايش؟ طعم الايس كريم. يعني انت ما تذوق على ايس كريم الا اذا هو داخل بسكويت شكل مخروط. اذا اكلته داخل علبة لا لا يطيح. لكي لا يطيح. لا يسقط يعني لا يسقط. طيب هو ممكن تحطه داخل علبة وخلاص؟ لا هذه يعني ايش الانتاج حق الشركة. ايه؟ ومنظر يعني منظر يعني ايش حتى يجذب الشخص الذي يعني ايش ما له علاقة بالشركة ولا الشركة. ها؟ لكي يحفظ انه ما ينزل. هو حيذوب اصلا ينزل. هو حيذوب ينزل. لا اذا هو في داخل البسكويت ما يطق. لا يكون يعني ايش منظر جذاب للشخص يعني. لا كيف حالك؟ عرفني اسمك؟ بكيل. بكيل من وين؟ نب. من ابي يا حي بكيل. ايش تسوي هنا يا بكيل؟ والله طب الله يوفقك ان شاء الله. الحين تبيع ايش هنا؟ سندوتشات وبيض وبطاطس. طيب ليش تطلب؟ ليش تشتغل؟ المفروض انت الان بالمدرسه. العصر مدرسه. تدرس بالعصر. شغل الصبح درس بالعصر. الله يوفقك ان شاء الله يا بكيل. بكيل ايش شايف معي بالصوره؟ سكريم. حلو. والسكريم هذا مطروح داخل ايش؟ البسكويت. بسكويت. ليش شكله كذا مخروطي؟ ليش؟ ليش وانا اعطي لك الان جائزه؟ كاكاو وحليب وفراوله. ايوه بس ليش موجود داخل هذا البسكويت؟ ليش؟ يقول لك زمان كانوا ايش يعملوا؟ كانوا ايش يعملوا الناس؟ ياكلوا السكريم داخل ادوات زجاجيه. معك هنا حاجه زجاجيه انت؟ يعني فوق الكوب. حلو. يطرح فوق السكريم. يطرح السكريم داخل زجاج صح ولا لا؟ بس بعدين انت لما تجيب الايس كريم تطرحه داخل زجاج ياكل منه. لما يخلص ياكل السكريم انت ترمي الزجاج هذا؟ لا ما كانوا يرموا. ايش كانوا يعملوا؟ يغسلوه. يعملوا لمين؟ يعملوا مره ثانيه. مره ثانيه. احسنت. يعملوا مره ثانيه لواحد ثاني. ولهذا ولأنه هذا الشيء أصلا كان مزعج بالنسبة لهم كان في عام 1904 ابتكروا هذه الطريقة اللي هي طريقة البسكويت. بسكويت الويفل. في كان الجو حار فبالتالي ابتكروا وضع البسكويت من الأكواب الزجاجية إلى داخل هذا الآيس كريم. صح. أفتهم لك الآن إيش الفكرة؟ إيش الفكرة؟ يلا عقول. يأكلون الآيس كريم والأدوات الزجاجية يغسلونها يرموهم يعطوا الزقاق لواحد ثاني. بعدين قالوا لا ايش بنعمل؟ نجيبه ونحطه داخل ايش؟ بسكويت عشان ما حد ياكل بعد احد. انا ياكلون البسكويت كامل. ما ياكلون مع البسكويت كامل. كان هذا في عام 1904 وبالتالي يكون اسمك مره ثانيه بكيل منصور. بكيل منصور في محافظه اب قد فاز معنا بجائزه ايش وليش من هذه الحلقه وجائزتنا 40,000 ريال. الف الف مبروك. حيوه. يعطيك العافيه. مرحبا بكم في حظك من جوالك. اللي حظه حلو حيكسب، اللي حظه زفت حيفشل. انا مش عارفه كيف حظكم، ان شاء الله يكون احلى من حظي يا رب. في كل الاحوال هذه الفقره تعتمد على ان احنا نقدم مجموعه من الجوائز المقدمه من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات، وذلك من خلال مجموعه من المراحل. احضر للشخص اشوف اذا كان اتصل بامه يكسب مبلغ، بابوه يكسب مبلغ، باخته، ببنته، بعمته، بجدته، المهم
انه يكون في هناك صله رحم بين الناس والتالف والتواصل فيما بينهم. احنا عارفين الان اساسا مع وسائل التواصل الاخيره اصبحت رسائل هي يعني اقصى ما يمكن عمله، حتى الاتصالات للاسف اصبحت تغني عن بعض الزيارات. في كل الاحوال انا انطلق بعد كذا الى مرحله ثالثه، وهي مرحله الحظ المتعلق بذات اليوم اللي تعرض فيه الحلقه. اذا كان معنا اخر ثلاثه ارقام موجوده في رقم معين منهم يرتبط برقم عرض الحلقة، مثلاً 9 رمضان لازم يكون في رقمك 9 لأنتقل بعد ذلك وراء إن كان يملك شريحتي أم لا. خلونا نشوف مع بعض من هنا إلى أين سنذهب مع حظك من جوالك. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة وصحة. عارف اسمك؟ أبو أحمد. من وين؟ من محافظة تمام. إذا أنت أبو أحمد هذا أكيد أحمد صح؟ لا لا أحمد الرجال. ها أنت مين؟ عز الدين. حياك، كيف حالك عز الدين؟ الحمد لله بخير. أبو أحمد كيف حظك؟ الحمد لله يعني كويس. معك جوال؟ إيه. طلعه. إيه. متى آخر مرة اتصلت للوالد؟ الله يرحمها الوالدة. الله يرحمها الوالدة. متوفين الله يرحمها. الله يرحمها أختك. في رمضان. نشوف التليفون. إيه. نشوف الجوال. متى آخر مرة اتصل عليها وإيش مسميها الجوال؟ إيش مسمي أختك بجواله؟ أم علي. زوجتك؟ ها؟ ها؟ نبض قلبي. نشوف يلا نشوف. أم نشوف علي. اتصل لك لأختك متى كان؟ أول رمضان. أول رمضان طبعاً إحنا اليوم قد عدينا أيام. فإحنا قلنا نشي خلال 24 ساعة. أخوك طيب؟ نفس الكلام أول رمضان. ما بعيد، ماش خلال 24 ساعة؟ ماش خلال 24 ساعة. لو كنت اتصلتهم خلال 24 ساعة كان ممكن تكسب معنا جايزة. ما مش مزيد. كسبنا شوفتك يعطيك العافيه. عارف مين اسمك؟ ناصر محمد علي جهري. من وين؟ من عمرة. من وين من عمرة؟ من بني عبد. من بني عبد. ايش افضل حاجه في هذا المكان؟ يعني مكان اب، يعني من حيث ما اخذنا من اب روعه. ولا انا ما اشتري بالمناطق كامله. لا لا منطقتك هذه اللي انت تكلمني عليها ايش افضل حاجه فيها؟ كرقاسم. منطقتك ايش افضل حاجه فيها؟ البلاد روعة. حلو. خضروات ذا نعمة. حلو الله يديمها على أهلها بالخير. طيب أنا عندي سؤال، أنت حظك حلو ولا لا؟ سألي. طيب معك جوال؟ موجود. طلع جوالك. الوالدة موجودة صح ولا لا؟ أيوة. آخر مرة اتصلت لها متى؟ آخر مرة هي اللي بي الصبح. صباح الورد. قمر اللي أنت دايما. والله ما قمر إلا أنت. الله يحفظك يا عم. الصباح. الصباح وريني. وريني المكالمة حق الوالدة. سبحان الله أبي. إحنا دايما نحاول. ليش أمك وين هي؟ أمي موجودة غير. طيب أنا قلت الوالدة أول شيء ما قلت أبوك. ما بيش الوالدة. وريني طيب الوالد هذا الوالد. الصباح الساعة 6. وين مش كاتب اسمه طيب؟ ها أبي إذا. أيوه أوكي. أبي. طيب تمام تن. أبوك الوالدة ما اتصلت لهاش. أخوك أخي مولى. متى آخر مرة اتصلت له؟ أمس العشية. حلو وريني أنا أريد خلال 24 ساعة. الحين المشكلة بيطلع لي أرقام ما هي مسجلة، أنا ما أدريني إنه أخو ولا مش أخو. أتصله. طيب ها افتح. لا بيننا ذمة الله. أوكي أخوك أخوك ها أخوك. 20 و20 كم صارين؟ 40,000 ريال. طيب رقم الحظ اليوم 19. أريدك تطلع لي آخر ثلاث مكالمات نهايتهم 19 سواء كانت صادرة أو واردة. نشوف كيف حظه. لا هو اللي يشوفوه. ما قال لي طبعا احنا من خلال هذه الفقره الهدف ان احنا يعني حكايه تعزيز الروابط الاسريه بين الاشخاص بين الاسر، كيف انهم يتصلوا على اهاليهم على اسرهم. ثلاث مكالمات نهايتها 19 وارده. 9 اخر رقم 19. 9 لا اريد 19. 19 وارده. طيب لا واردة ولا أمس. واردة وفائتة. ولا فائتة ما بيش. لا واردة ولا فائتة ولا حاجة. به 39 ولا 21. مع. ولا الساعة. لا. آخر شيء. معك يو. أبو محمد. وكمان ما بيش يو. يعني لا معك يو ولا اتصلت لأختك ولا اتصلت لأخوك ولا اتصلت لأمك ولا. لا أنت ليش عايش؟ قل لي ليش عايش. لا صاروا جابرونيهم. الله يعطيك العافية. إذن هذه الجائزة هي أساساً فقرتنا من حظك من جوالك قيمتها 100,000 ريال على حسب المراحل، لكن أخونا فقط فاز بأربعين ألف ريال لأنه اجتاز مرحلتين أو بالأساس حالف الحظ في مرحلتين ومرحلتين طارت عليه. ولو كان معك يو
كنت حتوصل إلى 100,000 ريال. ألف ألف مبروك، حظك من جوالك في محافظة عمران 40,000 ريال. يعطيك العافية. هنا عبد الله مهيب. من وين يا هنا؟ من تعز. من تعز والكركوت. الله 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 الله، ايش الحركه هذه؟ يا سلام. ايش اسمك؟ عامر. حيامك يا عامر، ايش الفرحه هذه؟ بخير. ايش ما هو من ذا؟ ايش في طيب؟ عامر الو خلي عامر الصوره. ابنك الله يحفظ لك ان شاء الله يا رب. طبعا اسمع، شو اسالك عشان تربح جائزه معي؟ ايش اسمه؟ عامر. عامر عامر خلاص نزل يلا حبيبي، هو قد عمل لك صوره. ايش هذا؟ يا حواك يبين يا ملكة. طيب انا اسالك، حظك حلو ولا زفت؟ ان شاء الله حياتي. ان شاء الله يا رب باذن الله. معك تليفون؟ طلعي جوالك. ما هو ثلاثة، ما هو صلى على النبي. مالك منه، مالك منه. طلع ثلاثة الآن. الله يحفظ لك إن شاء الله يا رب. طيب الوالدة موجودة؟ لا. الله يرحمها. الوالد موجود؟ أتوفى. الله يرحمه. أخوك. يا عامر مش كذا، خلينا نكون اصحاب. انا ليش اصور معك؟ طيب اسمع شغله، انت تحب الكاميرا؟ ايه. تحب التلفزيون؟ ايش الشيء لما تكبر تكون؟ شو تقول؟ تطلع بالتلفزيون ولا تطلع دكتور ولا مصور كمان؟ تطلع زي هذا مصور؟ ايه. الله يوفقك ان شاء الله يا رب. مصور تعال اشتغل. انا يا ابل الصوره الله يبديك. طيب الله يفتح عليك، خليني اني اعمل مع ماما. طيب هو ياخذ الصوره، احنا نكمل. ابوكي اخوكي زوجي؟ ما نش مزوج. طلع بنتي؟ ابني. بنتي الان. وريني عشان عامر لازم تربحي. تمام. تعال. صح لازم تربح ولا لا؟ أيوة. لا ماما لازم تربح. صف كم انت؟ صف ثاني. ما شاء الله الله يحفظك. طيب بنتك وابنك؟ حلو اوكي، ما بين بنتها وابنها. اوكي تمام. احنا رقم الحظ حقنا اليوم 19. اعطيني اخر مكالمه نهايتها 1. اخر مكالمه عندك في تلفونك نهايتها 1. ايوه 1 9. 1 9. قول لها يا ماما افتحي اخر، افتحي هذا الرقم. كم نهايته؟ هذا الرقم. يلا ويلا ما افتحي هذا الرقم. هذا سين. سين الرقم مش الحرف. سيمون كنا. هذا الاتصال اتصال سيمون. سيمون هذا 1 8. لا 1 9. شوفي اللي بعده. انت صف كم تدرسي يا عامر؟ صف ثاني. يعني ومن الاوائل. صراحه اجيب سيمون كمان. تعال تعال بسالك، تعال تعال عشان اربي حق جائزه. الله يرحمه. 1 9. حلو حلو. 1 9. اذا اجتازت المرحله الاولى والثانيه والثالثه. 1 9. الان انت داري كم برصيدك؟ الان هي اتصلت لعبد القبه. طيب ايش اسالك، ماما معاها شركه يو؟ معاها شريحه يو. ايوه. مع انت داري كم من الرقم؟ ايوه. كم منه؟ ساخبرك الان. آه. 7 3. خلاص طالما النقل 7 3 فمعناه فعلا معاها رقم يو. لا لا تخش. طالما انه معاها رقم يو فخلاص اقول لك رقم يو. اذا معاكي 20 و20 و20، كم صارت؟ 60. ومعاكي رقم يو ففزتي ب 40,000 ريال. الجائزه كلها 100,000 ريال. الف الف مبروك يا عامر. 100,000 ريال. صح والله والله. 100,000 ريال لك. تمام. ايوه يعطيك الف عافيه ان شاء الله يا رب. ورقم الحظ كان هو 19. واختنا الفائزه هنا عبد الله مهيوب. هنا عبد الله مهيوب هنا في محافظه تعز لك يا عامر 100,000 ريال. حي عامر. امسك شيل شيل. يعطيك الف عافيه. شكرا لك. شكرا لك. بكم في سؤال المشاهدين، السؤال المخصص لكم أنتم متابعين في المنازل، والذي تستطيعون المشاركة فيه عن طريق الدخول على الرابط الظاهر أسفل الشاشة واتباع التعليمات بدقة. سؤالنا في حلقة اليوم يتحدث عن شخصية يمنية درست الحقوق في القاهرة وتخرجت منها في العام 1971 للميلاد، ثم عينت بعد ذلك بمحكمة الجنايات في عدن لتصبح أول قاضية في
الجزيرة العربية، من هي؟ إذا استطعتم التعرف عليها شاركوا واربحوا وحظا موفقا للجميع. هي حلقة لم تكن جميلة إلا بتواجدكم معنا في الميدان، هي حلقة كانت أكثر من رائعة، حاولنا من خلالها إظهار جمال هذا البلد بروعة أبنائه، بتسامحهم وحبهم وتعاطفهم بجمال هذه الطبيعة المحيطة بنا من حولنا. على أمل أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، لكم منا أطيب الأمنيات، إلى اللقاء. أهلا بكم في طاير السعيدة، الفايدة والمتعة الفريدة، خفة ومعلومة مع جواز، هدرة معانا كل يوم جديدة. طاير السعيدة، طاير السعيدة. أهلا بكم بسالب البوادي والبحر والشطان في بلادي، وفي الجبل كلها مع المشاهد والريف والأسواق والنوادي. أهلا بكم في طاير السعيدة، أهلا بكم في طاير السعيدة.